صباح الخير اخوت. المهم انا بلعاني بغيت نبان مظلم غير باش بارطاجي معكم المنظر اللي مريح اللي تعجبني بزاف مع الدمن دابا بالاضاءه الا ما كانش المنظر زوين من الله. المهم الخوت اليوم صبحنا شويه بخير من قبيل ويتصب الشد ب 9 الصباح ولكن ما عندي من ندير انا خديت حتى تحبس ولكن غنمشي للبحر واخا تصب الشد شي بان ليا غنكري الموطور الخوت علاش باش نقلو الغرض دغيا الصداقات تمشي حاجهك شي في الطريق لو ما موطور 5 دقائق للبحر تما كاين بزاف من يدار في البحر ونكتشف البلان كيفاش داير وان شاء الله يكون خير. عبد الخوت دابا مشيت على بطراس عند الميزان هنا لقيت راسي وقعت نقصت فيه شي 3 كيلو ولا 4. المهم ما كانش عاقل نكتشف شي وقت في لاصال اخر ما تعبرت كانت فيه شي 70 كيلو بحال هكا دابا تلقى فيه 69 الخوت تخيلوا معايا ومازال هنا قدام جوج شحال هكا من كيلو تيبقى هادي جينا الخوت مرة تقصيو ماكدونالد مرة متقصيوش مرة تناكلو غير كيكا ولا كشي بحال دابا انا اكزومبل هذا هو الفطور ديالي ما كاين لا خبز لا والو دونك شي عادي الخوت في الصافي. هاد الكلب هذا كان تينبه عليا البارح دابا ولا عزيز علي وليت عزيز علي حداش الباع عطيتو الحوت وليت عزيز علي ديال بصح. خوت حنا دابا وصلنا للنص ديال الطريق كيف تشوفوا عرفتي عجبني واحد المنظر بغيت بارطاجي معكم الطريق راه خطيره المهم نغامر موطور هنا شوف لي الخوت البحر شوف هذا هو البحر اللي غادي لي ان شاء الله شوف لي شوف على المنظر الحمد لله الخوت وصلنا بخير وعلى خير شوفوا رجلي عرفتي راه واحد عرفتي كون ما كانش شي واحد تعرف يسوق والله تي يوقع لي مشكل الخوت في الطريق ما كنتش نتصور على ان الشغل يدير الضرر كبير عرفتي مع الدخله كاينه طريق حنا تنبقاو غادي نيشان من الهوستل من الناس اللي مضايفيننا في الهوستل وفي دارهم تتبقى غادي غير نيشان الطريق هي تدورك بوحدها وتترجعك بوحدها وتطلعك هنايا وتهبطك ياك حتى توصل لواحد النقطة من بعد واحد 15 دقيقة ديال الطريق ولا معناتها 10 دقائق هو السيد قال لي 5 دقائق ولكن انا درت شي 10 ولا معناتها 15 حيت بقيت تنصور العيبات فهمتيني ضروري توقف الموطور دير كاميرا فمك تصور راك عارف كاين واحد الطريق ملي توصل تيبان لك هنايا كاين بلايز بيتش اللي هو اللي فيه حنايا دابا حنا دابا راه وصلنا لبلايز بيتش وكاين بالا ولا معناتها مالا بيتش هذاك البيتش هذاك واعر ديال بصح ولكن الخوت حنا ما غاديش نمشيو ليه علاش حيت بعيد بزاف على هاد البلاصه وكاينه طريق بزاف حنا انا بعد الهدف ديالي كان غير هاد البيت هذا دونك ملي دخلت مع ديك الطريق ديال هاد البيت تيبان لك الدايات الفيضان الحفاريف عامرين بالماء هنايا دونك الموطور خاصك دوزو من جزم ديال الطريق كنت غادي نزلق ونطيح في الدايان والموطور وجداك ما ينوضك ولكن الحمد لله داز كلشي بخير. واش بلادي مرحبا بكم كاملين في بلايز بيت هاد البحر هذا سميتو بلايز شوفوا لي على منظر كي داير يا خوت ولا لا بلي تروح ما تيعوم هنا المهم حنا غادي نتمشاو هاد البحر غندورو غنكتشفوا هادشي كامل هنا غير هو واحد المعلومه خاصكم تعرفوها الخوت بلي ان هاد البحر الا بغيتي تدخلي ضروري خاصك تاوغوجيستري راسك سميتك كنيتك منين انت فين ساكن واش ذكر او انت داكشي كامل وتخلص 100 بيسوس اللي هي تقريبا نقولوا 15 درهم بحال هكا عاد تدخل هذاش انك داخل عادي بحال اي واحد وانت تنسمع هذاك هيا وفين غادي اجي تخلى هاو ار يو جود ار يو فروم موروكو يا يور مسلم يا ما شاء الله يا يو تو يس نايس عليكم السلام ما شاء الله يس اي ام فيلينج لايك ذس ذا سوبرر فروم هير ذس ذا لافا يا لافا ذس ذا تيت شارد سو هاو ماتش ذس This is the 1,200. This is the shark teeth. In oh, real? Yes, the real one. This is the bone shark, brother. Yeah.
So what is your name? Hajar. Huh? Hajar. Hajar? Yes. Yeah. Great. This one, the lava. Lava. What does it mean, lava? They're from Burkino. How much this one? Only 500 pesos. Fufus. Yeah, lava. My brother price, Filipino price. Not foreigner price. Yes, I want, but... You take two, you give me discount for your brother. I want, but I didn't bring money. I swear. Brother, Borda, you'll pay the... Wallah, I didn't bring money. Yeah, inshallah. Borda, you'll pay the gasoline. Sub to you this one, the 300 pesos, okay. Never mind. Only 300 for the souvenir here. 200? 300. This is like lava. What is me? This lava from Burkino. From what? From Burkino. Burkino? Yeah. In, from Balabac Island. Yeah, let's I make my daughter, my wife, this. This is the folder souvenir from my brother Hajar. What's your name? Yahya. Yeah. So this one is, it's not foreign price. My you brother, are Muslim? Yes, inshallah. Don't lie. Inshallah. Okay, so... So also here in the beach, there is something to do like surfing, something here? Yes. Here? Yeah, in the Tabun Beach. There? Yeah, we're there. I have the, another beach there. There, surfing? Yes. And there here? No. No surfing. No surfing. In the Tabun, I have the surfing. Oh. This is for your sadaqa for me, brother. Inshallah. So, okay, hold the camera with me. I will. This is 200. 300, brother. Two. No, 300. For my brother. No. Filipino price, brother. You, I know. Come on. I know my price and the American. 500, 700. This is for you, like same Muslim. Only 300 pesos, really, brother. I have only 200. Oh, really? I know this is my first time here. Just, you know, okay, just brother. Like a guest, like a friend here. Thank you, I brother. Have only 200. Inshallah. Yeah. Thank you, brother. And, Shukran. And good luck. Thank you. السلام عليكم. السلام. في الاول قال لي 500 شويه قال لي 300 قلت لي 200 هاي اجي شنو هي هذه راه جايبين من واحد الجزيره راه اللؤلؤ ديال بصح الخوت اللؤلؤ ديال بصح المهم بغينا ندوسو بونير من هذا البحر هذا ها هو وصلنا ديال القرش ديال بصح عنده سلسله ديال السنه ديال القرش ديال بصح 1200 ما بغيت نشريها ولكن غالي دونك ندوسو بونير الله الا اللؤلؤ ديال بصح راه ماشي الضحك هذا واه انا الخوت بالاون معروفه بزاف ديال البحور وكاينين بزاف ديال البلايص بالاون بحال دابا هنايا كاينين في كاينين في بويرتو برانسيس ملي تسمع بويرتو برانسيس تحبك هنا في كولومبيا في شي بلان بحال هكا وانايا كنت باغي نجي لك البحر ديال السيرف وقال غلطت في الطريق ولكن هذا هو البحر اللي كنت باغي نجي ليه انا اصلا شفت التصاور هو هذا ولكن في التصاور كان تيبان زرق علاش كانت الشمس ديك الساعه دابا كاين الغيوم دونك ما ماشي زرق دابا والبحر الاخر فيه السيرف الناس ديال السيرف تتخلصهم تعلموا كيفاش السيرفي العيبات كنت هو باغي نمشي ليه ولكن ما بقاش انا الوقت راه كشفتوني البارح مرت وهذه ولكن ماشي مشكله الخوت شوفوا لي الخوت سبحان الله We'll be right back.
فاتنا علينا لي شو ديال الدرون حيت عليا التصويره ديال المينياتور دابا دونك غادي تريبي واحد البحر ونكتشفو كامل. من المشاكل اللي تلقاو انني تنطير الدرون بعد المرات بحال دابا انا ما شوتيتش تقريبا داكشي كامل اللي بغيت. الو ها يلو نبتابون نبتابون يس اوفر ذير او يا يس وي جاست ووك يس نو اي هاف تو هاف ذا موتورسايكل يس اي هاف سو اي وي جو نيكست داي يا ثانك يو نايس تو ميت يو عليكم السلام ثانك يو دونك الخوت المهم لقيت هنا مسلمين بعدا تيبيعوا هادشي وثاني حاجه ماشي اول مره غنشوف مسلمين فهاد بويرتو فرانسيسو بل ملي كنت جاي في الطريق ملي كانوا جايبيننا منين الدار اللي ساكن عندهم كانوا تيبانوا لي منقبات غاليين في الطريق وحق الله العظيم. دونك بغيت نقول لكم الخوت باللي المشاكل اللي تلقى ملي تنكون تنطير الدرون مع هاد الايفون يا اما تيديشارجا دغيا يا اما تيسخون وتيتبلوكا بحال دابا سخون وتبلوكا ما عرفتش الدرون فين مشى داكشي علاش ما قدرتش نصور داكشي اللي بغيت كامل ولكن المهم صورنا بالدرون. المهم خوت الحاجه الوحيده اللي غادي نقول لكم دابا هو خلينا دابا نكتشفوا البحر وحنايا غاديين في الطريق حيتاش ما عنديش الوقت حيتاش خاصني نرجع حيتاش عندي الطريق لبلاصه اخرى جديده بحال اللي قلتي بلاصه اخرى من غير برانسيسو عندي واحد البلاصه اللي ناضيه. المهم الخوت يلا اول حاجه الخوت بعدا تيبانوا لي الناس هنا ساكنين بوساطه ساكنين في هذا البلايص هادو عجبني هذا البلان ديال بحال كابانو اللي في كازا شي نهار الا مشيت للمغرب الخوت غنبارطاجي معكم فلوغ في كابانو اعضاء من العائله ديالنا عندهم كابانوات في كازا الى سمحات لي الفرصه اني نبارطاجي معكم داك البلان واحد البلان اللي واعر الخوت كنت دوزت الطفوله ديالي تما وتنشكر بنات خالتي وخوالاتي كاملين اللي عطاونا ديك الفرصه. دابا الحاجه اللي تعجبني في البحر ورغم انني باقي مرض شويه ولكن الحمد لله من تجي للبحر تتحس براسك من عند الله شافيت. ودابا دابا غادي نعطيكم غادي تصحابكم انني قاعد تصورت ناخذ في انستغرام راه شي واحد تصورني والله الا تنصور راسي الخوت انا نبارطاجي معكم دابا كيفاش تنصور راسي ليتس جو. اول حاجه الخوت تتشد بورطابل تتفتحو تدخل بلاصه الكاميرا تدير فيها 10 ثواني ان شاء الله دير بلاصه يلا يلا وي وي ميدام زي ميسيو راه ما تنعرفوش هنايا صافي تطريق البورطابل صافي دابا عنديش باش نشوف البورطابل دونك عندي الكاميرا اللي غادي تدير لي البورطابل هنا انا غادي نكاليها بحال هكا غنشوف بعدا البوزيسيون واش مزيانه البوزيسيون مزيان انا تنصور خوت والله ما كاين اعاده ولا شي حاجه باش تعرفوا اخوكم عنده اكسبيريونس ها صدقات واعره. شكون اخوت العزيز عليه تمشى في البحر في الماء ديالو بحال هكا ها شكون العزيز عليه قول لي في الكومونتير. انا علاش انا ما عرفتش انا علاش جايب معايا الصنداله كان عليها خشب في الشكار ولكن غتهزق لي الماتريال هذا الشكار في الماتريال اصلا. المهم عزيز عليه تمشى بحال هكا غير هو مخرج صباعي مزيان باش ما يهربش ليا الصنداله. اللي تعجبني في الفلبين كثر الخوت هو الطبيعه وهاد الشجر هذا النخيل يا سلام والله الا هاد النخيل هو العزيز عليا في الفلبين وحق الله العظيم قال لك عيش عيش منعيش عيش عشيري يا سلام شوف 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 الطبيعه هادشي راه ما تلقاش في شي دوله اخرى كل دوله سبحان الله عندها داكشي ديالها والله وداكشي ديالها ناري ويلي ويلي البحر اخوت والله الا كائن حي حق الله وبزاف هاد البحر هذا عزيز على يدي ديال بنان تخيلوا معايا من قبيله هو تال تما جيت نتصور غير تصور هنايا بلي جاي بغي ياخذ لي بورطابل ومن قبيله هو تما حتى جيت نتصور انا عاد الما وصلت له وزربت على البورطابل عندي الزهر عرفتي الخوت يلاه ردي البال بلي انا ماشي يدي والله الا اخوكم باقي مريض شويه ولكن هادشي ما خلانيش انني نحبس ما نديرش لكم فلوغ اليوم هادشي اللي عجبني في راسك انني الا كنت باغي نوصل شي حاجه راه تنوصل لها وتنديرها داك الخوت سمحوا لي دابا عاد هز يدي ودابا راه تنحس بيدي الراطي حداش
المهم باش ما بقاش نتشكى عليكم بزاف خوت، غادي نمشيو اخر مشيه، استمتعوا لي بالمنظر الخوت. هذا المنظر تقدروا تشوفوه غير عندي انا دابا، حيت حنا دابا مسافرين. شوفوا لي الخوت، شوفوا الخوت، قولوا لي كيفاش جاكم البحر، وي كيفاش جاتكم الطبيعه الفلبينيه، وقولوا لي شنو بغيتوا تشوفوا من هنا قدام زعما في الفلبين، شنو بغيتونا نشوفوا ان شاء الله. اكتبوا لي في لي كومونتير، عمروا لي كومونتير لي سكزيشن ديالكم، وان شاء الله غندير كاع اللي بجهدي باش نوفي بهذاك الشيء اللي بغيتو. دونك انا غيتلاح هذا البلوغ، وقال غادي نكون في دوله اخرى، حيتاش عرمت عليه بزاف ديال لي بلوغ، بعض المرات ندير جوج فلوغات في النهار. والله الخوت راه تخدم بواحد الجهد، راه يا سلام، حيتاش عندي واحد الموتيفاسيون لداخل، باغي نوصل، بغينا نوصلو 50 كا، بغينا نوصلو 100 كا. داك الشيء علاه دونك الخوت الفلبين تعتبر من احسن، من احسن، ماشي احسن البلدان في العالم، ولكن من احسن البلدان الاستوائيه، اللي عندها الطبيعه يا سلام، اللي عندها البحوره يا سلام. عندك هي تايلاند، سمعوا الفلبين وتايلاند، واو بزاف اخو بزاف، ان شاء الله علاش لا نمشيو لتايلاند حتى هي. نبلبلوها تما يا سلام. راه هي الناس يعوموا في الكشكوشه، الو الخوت تكونوا من مخلفات العواصف تنظن، مي جات تلقى تجيد على شجره قدا شنو هو طايح هنا، راه ماشي من فعل الانسان. اش قال لي جا الخوت مشى، شوف قال لي جا مشى، ها نتوما شفتوا الفلوق صغير، ما انا بقيت بزاف، ها هو المطري الوحيد اللي بقى هنا. والله الا الفلبينيين كاملين كانوا هنا مشاو الخوت، ها بقاو شويه العائلات، باش عارفونا الخوت راه الفلوق راه فيه الخدمه، هادشي باش تصور كل حاجه بوحدها والحمد لله. وكاع اللي ما تعرفش يعوم الخوت، راه حنا البحر عندهم في الفلبين راه في شكل تكون غادي تلقى الارض شويه تلقى خويه، دونك تقدر تكري هنايا دوك اللعيبه ديال العومان الا كنتي الشهاده. بارطاج معكم وجه اخر ديال البحر، انه كاين البحر مين تتخلي هنايا، تتخلي البحر هنايا، وهنايا تلقى الطبيعه بزاف، وفات الوسط الطبيعه هذا تقدر تخيم انت والعائله ديالك كما دايرين العائله، هما تيجيو بالطوموبيلات تيجلسوا في الجليسات تياكلوا هما والعائله اللعيبات ديالهم الطواجن ديالهم داك الشيء. المهم تيقول الطواجن حيت عندهم مع المغاربه فهمتوني، باش يفهمونا صح، تتخيم مع العائلات بطبيعه الحال دور وقال تيكريوهم تيتكراو هذا الشيء. بارطاجي معكم البلاصه كيفاش دايره قبل ما نمشيو. شوف 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 بلاصه زوينه الخوت، والله الا البلاصه زوينه، اللي جا بالاوان يجي لهاد البلاصه والله. شوف 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 شي كامل تقدر تشكري انت والعائله ديالك وتستمتع ليا بالغداء والعشاء، شي كامل هما العائلات مستمتعين، شي ناضي طبيعه يا سلام، بلا ما ندوي على الطبيعه، بلا ما ندوي على الطبيعه. العائلات هنا ناضيه، كون كتجي مع الجروب ديال مع الدراري بزاف ولا مع العائله راك غادي ندير نفس البلان، نجلسوا هنا نتغداو نسمعوا الصوت ديال البحر نستمتعوا، على كندوزو غير نهار هنايا فهمتوني. ولكن انا حيت السولو وفلوغر وتيهمني انني ندير فيديوهات ونكتشف اكثر، حيت يلاه بادي هنايا داك الشيء علاش ما غاديش ندير هذا البلان هذا بطبيعه الحال. نمشي اخويا ما عنديش الوقت، انا الفطور ما فطرتش باش نجي دغيا هنا، قال لي غنتغداو. المهم الخوت قال لك ورك هارد، من الاخر ورك هارد اند ورك سمارت، دونك اخوتي حنا دايرينهم بجوج. اول حاجه اخوت تتخشيو الساروت، انا في الاول كنت تحمي تتخشي الساروت تدير ها صافي، دونك تتشوف هنايا قبل ما تديماري خاصك تحيدوا هاد الحاجه، الا ما حيدتيش هذيك ما تيديماريش اول حاجه. علاش هذيك بحال اللي دايرينها بولا سيكوريتي، حيت كاين بنادم اللي تينسف تيبقى صايق بهذوك تيدير كسيده، هذه لا خاصك تحيد هاد اللعيبه هذه ياك. انا ما غنحيدهاش دابا حيت خاصني نمشي به باش ما ندوش من نفس الضايه ديال قبيله نصدق طايح، غنمشي نتمشى به تنفوت الضايه وديك الساعه نسوق. اي اون بليس ملي تتحيد هذيك الخوت تتورك واحد، تتورك على هادي وان جوج هنايا، عاد تتبقى مورك، تتبقى مورك هنا عاد تديماري من هنا تتعم بو ديك الساعه تتصوت، اما باش ديماري ديريكت لا. دونك تتمنى تكونوا فهمتوا، اول حاجه تدور الساروت تتبان لك اللعيبه ديال البيترول داك الشيء، تتحيد هذا تدير بحال اللي قلتي لومبرياج 1 2 تتبقى مورك، وفي نفس الوقت تدير بفوت تيديماري صافي الخوت. المهم الخوت انا وقفت من الوسط ديال الطريق باش نبارطاجي معاكم باللي ما سميتوش بليز بيتش الخوت، سميتو سبيس بيس، سمحوا لي على الغلط، انا بغيت نصحو دابا، ولا كون كان عندنا دابا الوقت نقدروا ندورو بحال هكا نمشيو للبحر الاخر اللي هو سميتو راهو سميتو تالا بيتش. هاو شو تالا بيتش من هاد الجهه هادي خوت، انا عندي مشكله ديال السميات، راكم معكم واقع راه تنسى السميات، راكم متبقاش تقولوا لي تبارطاجي معنا معلومات غلط، راه هذا مشكل عندي
دونك نتوما غير عيشوا معايا اللقطه وصح الى بان لكم شي غلط صحوا نتوما وصافي ديز عواش لا تبقى تقول يا غلطتي غلطتي راه اللي كاين شي غلط باللي راه غادي نصحوا في الموطا من الحوايج اللي ما كنتش متوقع الخوت هو يعطيني كنادي الموطور ما فيهش ليسونس بزاف تخيل معايا مع الرجوع يلا زد شويه ويوقف الموطور عاد الطريق كامل ضربت على رجلي وعييت شو شحال يطلع باقي ليه دونك بديت ندعي الله يا ربي لك دير شي اجر في حياتي يا ربي تسلط عليا شي واحد وسبحان الله يلا داز واحد الموطور جا عندي ديريكت ما قلت لي والو قال لي واش وقع لك شي حاجه قلت لي راه خاصني نيسون قال لي اوكي انا غادي نمشي نشري لك ونجي صافي بان لي غادي قلت لي هكا بشحال ليطرو قال لي 100 بيسوس قلت لك شري لي ليطرو وخذ لك حتى واحد ليطرو عطيته 200 دونك ليطرو بركه اصلا راه ما تابعنيش بزاف ديال الطريق دونك الخوت سبحان الله العظيم الحمد لله بعدا راه داير اجر في حياتي والله الحمد لله والله هادشي تيفرح لو تخيل دابا الفلبين يمشي وما يجيش الحمد لله الخوت الا خرجت معايا الفلوس غير هكاك ضروري تخرج معايا فلوس سوكو تخيل معاكم ما خرجتش فلوس كنت غادي نوحل والله الا كنت غادي نوحل نمشي دابا في العطش كشكوشة تخرج التليفون طفى كلشي طفى الدرس رقم واحد ديما قبل ما تكري الموطور شوف واش فيه ليسونس عامر ولا لا راه بعض المرات تعطيش لك ليسونس عام هذا هو الدرس رقم واحد اللي غتعلموا معايا في هذا الفيديو باش تقولوا لي راه ديما تتعلموا معايا الدروس الخوت دونك انا نتسنى الفلبيني الى وصلت الدار ان شاء الله راه غادي نقول لكم راني وصلت